اللاتي. أهلا وسهلا فيك مع فوشيا، مطرب سوري مقيم بدولة الإمارات. تحكي عن بداياتك. أول شيء أهلا ومرحبا، أنا كتير بشرفني أن أكون على قناة فوشيا. هلا بالنسبة لبداياتي كانت هون مع أوركسترا شرق، هي متألفة من 60 عازف من جميع أنحاء العالم، وأنا كنت موجود فيها كسولو رئيسي بالأوركسترا. رامز، أنت دارس يعني دارس معهد موسيقي أو أنت بالأساس موهبة؟ طبعاً دارس معهد موسيقي، وأنا كمان بالإضافة للدراسة لهلا أنا عندي كل فترة بدخل بكورسات يعني مثل ما بيقولوا لتنقية الصوت وثقل الموهبة يعني أكثر. بداياتك كانت مع الغناء الطربي أو الشبابي؟ لا، هو طربي. نسمع شيء طربي. قدك الميس يا عمري أغصينا البان كاليسري، أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا عمري. أنا وحبيبي بجنينة والورد مخيم علينا، طالب مني وصاله يا ربي تستر علينا. رامز، أمام انتشار الأغنية الشبابية بهذا الزمن، قديش في صعوبة للناس اللي بتغني بعد اللون الطربي الأصيل؟ هلا نحن عم بالنسبه للون الطربي نحن عم ناخذ يعني نتلاقى صعوبه كثير بالمستمع. نحن ما صرنا نفقد المستمع اصلا، مشان هيك اللون شوي يعني كاد ان ينقرض. لهلا نحن عم نحاول منكافح مشان يضل هذا اللون، بس بالنهايه نحن انا من يعني من هالمنبر بدعي للاهل من هلا يحضروا أطفالهم على سماع ولو جزء بسيط من الأغاني الطربية لحتى يستمر معهم. بنفس الوقت كان لك تجربة مع الأغنية الشبابية، كان لك إصدار 4 أغاني، نحكي عن هاي التجربة. طبعاً هلأ أنا مواكبة مع العصر، يعني أنا ما بغني اللون الطربي كلون أساسي، بس ولكن مثل ما قلنا هلأ المستمعين باتجاه هذا اللون الشبابي اللي لا غنى عنه طبعاً، ولكل زمان دولة ورجال. مشان هيك يعني عندي إصدارات 4 أغاني كلهم اللون الشبابي، بس هلأ إن شاء الله هلأ في الجديد جاي شيء طربي، وفي شيء يعني طربي الجبلي. فينا نسمع شيء من أغنياتك الشبابية؟ لو أنت مو غالي عندي، مين الغالي عندي؟ مين أغلى من قلبي العشمالي؟ روحي وعيوني الاتنين، ما شاء الله حبك ما شاء الله ماشي بالشرايين كلها، حبي إليك أصلي والله والله ما غشيت وصين. رامز، في اليوم المقاييس مش واضحة لأنه المطرب يكون ناجح ومشهور مع إمكانياته، برأيك كفنان شو هي أهم العوامل اللي بتخلي الشخص فنان موهوب ينجح أو لا؟ أهم عامل هو محبة الناس. كيف الفنان هذا طبعا ذكاء من الفنان بيجي كيف يخلي محبة الناس تكبر عنده، وهو هذا أول شيء لطريق النجاح، والاستمرارية بشيء يعني قيمه الموسيقية، هذا هو. كان لك مشاركات مع فنانين آخرين بحفلات، كان لك مع وفيق حبيب، كان لك تواجد، لأي درجة بيساهم يعني وجودك مع فنان تاني إنه هو بدعمك أو بدعم الفنان الآخر؟ طبعاً هو لا شك يعني بدعمني بشكل خاص. أنا بس كون مع نجم كبير بيحاول يعني هو الدعم بيصير من جمهوره، بيصير يسمع أو يكتشف صوت مثلاً رامز دلاتي،
هذا هو الدعم. ونحن الحمد لله يعني فنانيننا بسوريا وحتى بلبنان بيحبوا يدعموا هذا الشيء، يعني بس يكون في شخص صوت وغير معروف لسه مو منتشر بيحبوا يكونوا سباقين انه يعطوا الدعم له. على المدى القريب شو اهم المشاركات اللي رح تشارك فيها، ان كان حفلات فرديه ان كان مشاركه بفعاليات خارجيه، اي شيء عندك على المدى القريب؟ هلا انا بشكل متواصل تقريبا بكل بالويكند خميس وجمعه عندي دائما حفلات بيكون متنوعه بدوله الامارات. كل التوفيق وان شاء الله دائما يا رب نجح. الله يخليك، وكل توفيق لقناه فوشيا، وبتمنى لكم ولمشاهدينكم كل الخير.